ماما منيح اللي بعدك ذاكرة انه عندك ام. هلا هيدا هو اللي فضلتيه علينا وبديتيه على ابنك؟ جلال مدام ربا، بتصور انك ببيتي من المفروض انك تحترميني. بيتك؟ هلا عرفت ليش انضرب على قلبك وحبيتيه. عنده روح النكتة. فوت دب اغراضك لترجع معي على البيت. أنا بيتي مطرح ما بيكون جوزي. جيبيه معك لكن بما أنه حضرتك فرضتيه علينا مضطرين أنه نقبله قبل ما ننفضح قدام أهل الضيعة ويعرفوا أنك رحتي معه خطيفة للشتلة. بالإذن منك مدام، أنا ابن عائلة ومحترم. ابن العيلة والمحترم ما بياخد بنات الناس خطيفة، بس ست المصون كسرت لنا راسنا، فمضطرين نقبلك ونعمل من قيمتك حتى لو ما حضرتك عملت من قيمتنا. أنا ناطرتكم تحت، ما تتأخروا. ما رح نتأخر طنط روبا، ما رح نتأخر. ما فهمت شو صار؟ شو يعني؟ قبلت بزواجنا؟ لك ايه يا حياتي قبلت بزواجنا، بس في عنا مصيبة. شو؟ لك الدعوة ما لازم توصل للمهتر، ضروري لازم المحامي ما يبلغ امك الدعوة. يا رب يرد يا رب. ما عم يرد. طب بعت له مسج. الو ماتر، بليز ضروري تحكيني، عم دق لك، انت ما عم ترد علي وخطك مسكر، يمكن مسافر، بس اكيد بس تسمع هيدي الفويس لازم تحكيني. لازم ما تبلغ الدعوة، احكيني احكيني ضروري، بس تسمع هيدا الفويس احكيني ضروري. يلا ناطر تليفونك. باي باي. يا حبيبي قلت لك قلت لك. يلا تعال. ايه امي خير؟ بعرف انك مشغول انت وعروستك وانا ما بدي ازعجك، بس حابة طمنك اني لقيت تالا. لقيتي تالا؟ وين لقيتيها؟ خطر ببالي بما انه لا هي ولا جوزة النصاب معه المصاري، قلت اكيد بيكونوا ببيت جوزة القديم. بعد زياد لهونيك ولقيته. اوكي، لكن هلا بروح لعندها. لا 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 لا، ما تعطي الهم، قضي النهار انت وعروستك، انا اهتميت بالموضوع. كيف يعني اهتميتي بالموضوع؟ شو عملتي امي؟ ما تعطي الهم حبيبي، ما عملت شيء ما بدك اياه. جيت لهون وحكيت انا وياها وحكيت مع جوزة وانا تحت ناطرتهم يدبوا اغراضهم لنروح على القصر. ماما ما بدي مشاكل. ها حبيبي، من وين لوين المشاكل؟ مثل ما اتفقنا صار، جاي اخدهم لنروح على القصر. خلاص روق انت، انبسط انت وعروستك. يلا اوكي ماشي يلا. ايه طلال، شو صار معك؟ كتير منيح شوي وبلاقيك شاب من عندي اسمه زياد، اكيد معه المصاري. شو بدي اكلهم عليك ولك يا طلال؟ أعطيني مفتاح السيارة لو سمحت.
هاي السيارة ما بتليق لا بمقامك ولا بمقام تالا. زياد حسنا روح على المعرض وجيب سيارة الأستاذ جلال، هدية عرسكم. بدي عزبك بالهوية كمان. هاي المفاتيح وهاي الهوية. قلن بكرة بدي إياها مسجلة خالصة. بيعملك ستنا. تفضلوا تفضلوا. بيت بيتكم. يلا يلا. يلا حياتي يلا. تعال فرجي جوزك على القصر وطلعي على اوضتك وهلا بيطلعوا الشنط، عجلي قبل ما يجي وحيد. يلا بالاذن مرت عمي. اذنك معك صهر. اطلع اول مفرق على اليمين، ضلك طالع طلوع. ايه مزبوط مزبوط، كفي كفي، ضلك طالع طلع اول مفرق على اليمين. صحيح صحيح، اطلع 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 على الاخر. يلا ماشي. ايه يلا يلا شفتك شفتك. عوافة كيفك؟ كيفك؟ السيارة جاهزة؟ طبعا جاهزة. المصريات جاهزين؟ اكيد. عم بتعد من ورا السيت؟ لا عم عد من وراك، الظرف كان مفتوح. شو مزبوطين؟ ما تغزنا شريك، بس انت بتعرف يعني سيارة مثل هيدي بتنسرق بصير فيها مشاكل. شغل شغل. مازال الشغل شغل. هدي هالهوية، سجل السيارة بهيدا الاسم وعبي البواب مثل ما اتفقنا. ماشي، وصف أول مثل ما أمرت الست. نحن من هيدي اللحظة رح نعتبرك جاهز. ماشي؟ إن شاء الله. يلا